من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس على السوشيال ميديا الأيام دي هو طبعاً مهرجان العالمين، وخصوصاً الأحداث الفنية الكتير جداً والمهمة اللي موجودة في فعاليات المهرجان، سواء كانت الحفلات الغنائية لأكبر المطربين في مصر والوطن العربي أو الأعمال المسرحية المميزة. هيكون معنا دلوقتي الناقد الفني علي القشوتي عشان نتعرف منه على الأحداث الفنية اللي هتكون موجودة الفترة اللي جاية في مهرجان العالمين. إزاي حضرتك يا أستاذ علي؟ أهلاً بك، أهلاً وسهلاً. في البداية عايز أعرف من حضرتك إيه تأثير الجانب الفني في المهرجان على جذب السياحة لمصر؟ شوف طبعا احنا يعني كمصريين مشهورين دايما بقوتنا الناعمة وفننا دايما وصل يعني للوطن العربي كله، يمكن اغلب الدول العربية كلها بتفهم اللهجة المصرية من خلال فننا ومن خلال افلامنا واغانينا، فاحنا فننا قوة يعني قوية جدا قادرة على جذب السياحة، خصوصا لما بيكون مهرجان زي مهرجان العالمين في تنظيم على مستوى عالي وفي فعاليات ضخمة، فطبعا كل الوطن العربي بيبقى حابب ان هو يجي يحضر الحفلات دي ويتابع النجوم المصريين او حتى نجوم العرب في العالمين. طيب ممكن حضرتك تقول لنا ايه هي اهم الحفلات الغنائيه اللي هتكون موجوده الفتره اللي جايه؟ هو الحقيقة هو في حوالي 10 فنانين كبار جدا يعني بيشاركوا في مهرجان العالمين، طبعا البداية كانت مع الكينج محمد منير، بعد كده خلال الويك اند اللي جاي ده هيكون عندنا كاظم الساهر وماجدة الرومي، وفي المفروض سوداني شاكر ورامي جمال ويجز حمزة نمرة سعاد ماسي كايروكي ومسار إجباري، ففي توليفة كبيرة جدا وتامر حسني طبعا وعمرو دياب، فهتلاقي في نجوم مصريين ونجوم من الوطن العربي، توليفه كبيره بترضي اغلب الاذواق، يعني الشباب هيلاقوا الحفلات اللي بيحبوها والمزيكا اللي يحبوا يسمعوها، الاباء والامهات هيلاقوا حفلات طربيه وغنائيه يقدروا يستمتعوا بيها، حتى الاطفال ليهم برضو فعاليات مخصوص من خلال مهرجان نبته اللي بينطلق تحت مظله مهرجان العالمين. طيب بالنسبة لفكرة العروض المسرحية رأي حضرتك فيها إيه؟ يعني هل ممكن دي تكون بداية لعودة المسرح مرة تانية، خصوصا إن احنا بقالنا فترة كبيرة جدا المسرح تقريبا غايب عن الساحة الفنية في مصر؟ شوفوا احنا بقالنا فترة كنا بنشوف ان المسرح محتاج دعم كبير جدا علشان يقدر يقوم مرة تانية ويبقى يعني يرجع للمكان اللي هو كان فيها، ولكن مؤخرا في يعني حركة مسرحية محمودة الحقيقة سواء في مصر او في الوطن العربي، ويمكن مشاركة النجوم الكبار في المسرحيات هي اللي بتدي دفعة للجمهور ان هو يتحرك ويروح يحضر العروض المسرحية، ففي نشاط مسرحي في مصر حاليا كبير جدا وتخصيص برنامج داخل مهرجان العالمين للمسرح ده ترجمة لأن في انتعاشة في الحركة المسرحية. بيشارك في مهرجان المسرح تحت مظلة مهرجان العالمين حوالي 10 مسرحيات، منهم السندباد، منهم التلفزيون وحبيبتي من تكون، بيشارك فيهم كريم عبد العزيز وحسن الرداد، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم هتقدم عرض للأطفال ضمن مهرجان نبتة، حبيبتي من تكون ده عرض مسرحي عن السيرة الذاتية للعندليب عبد الحليم حافظ، ففي توليفة كبيرة برضو من الأعمال المسرحية المميزة يعني. طيب ممكن حضرتك كمان تقول لنا اكتر عن العروض الموسيقيه؟ العروض الموسيقية احنا عندنا يعني بجانب الحفلات الأساسية اللي هي حفلات كاظم وماجدة الرومي وهاني شاكر والنجوم دول، هيلاقي برضو معانا في موسيقار كبير عمر خيرت بيشارك في بحفلة في المهرجان، هنلاقي وزارة الثقافة بتقدم حوالي أكتر من نقدر نقول ممكن 100 فعالية في مهرجان العالمين من خلال فرق الأوبرا والفرق الاستعراضيه وحتى الكورال الاطفال، يعني في نشاط كبير جدا وتعاون كبير ما بين مهرجان العالمين وما بين وزاره الثقافه ودار الاوبرا المصريه، طبعا يعني دار الاوبرا المصريه فيها كثير من الفرق الموسيقيه والغنائيه والاستعراضيه، فكل ده بيشارك في مهرجان العالمين على مسارح مختلفه بالتزامن مع الحفلات الموسيقيه الكبيره. أستاذ علي القشوتي بشكر حضرتك جدا على المداخلة.